أهني الأمة الإسلامية والشعب العراقي بصورة عامة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والأمان. إن شاء الله يا ربي يعم الأمن والأمان على الشعب العراقي جميعا. زي لولا رمضان الحمد لله والشكر أنه يختلف عن باقي السنين وباقي الأعوام، أجواء رمضانية حلوة، إحنا كعائلة عراقية يعني متميزين بهالشغلات هذه الرمضانية. نهنى الشعب العراقي والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، ونعيد أهلي وزوجتي وأمي وأخوتي وخواتي، وقولهم كل عام وأنتم بألف خير، وعيد عليكم بالصحة والسلامة، وإن شاء الله الأيام مباركة، وهذا العيد نحس إحنا مختلف عن كل الأعياد. وطبعا هاي تحضيرات العيد يعني هي معروفة إنه الزوجة والأخت والأخ اللي حضرون الريوق من الصبح زين، والجيمر والكاهي والبيت طبعا هاي مهتمين بالكليتشه من قبل ما يخلص رمضان، ويعني نلم العائله من اول يوم زين، والسمك والدجاج ونفرش السفره، هي هاي من عادات العراقيين طبعا انه اللمه ما عندهم غيرها، يحبون اول شغله يحبهم العراقي الاكل يحبوه. ونرجع نعيد الشعب العراقي ونقول لهم كل عام وانتم بألف ألف خير إن شاء الله. طبعا كل عام وانتم بخير إن شاء الله، عيد مبارك على الأمة الإسلامية، وأكيد يعني العيد يكون يوم مميز، يعني نقعد الصبح ناخذ قاهي وجيمر ونعزم الأقرباء، وأنا إن شاء الله بهذه الأيام المباركة أيام العيد يعني راح يكون زواجي، واكيد هو يوم مميز يعني للامه الاسلاميه جميعا، وكل عام وانتم بخير. والله هي طبعا انا اخترت هذا اليوم لان هو طبعا يوم فرحه، فاكيد تكون الفرحه فرحتين يعني لما يكون الزواج. وثاني شيء العادات والتقاليد اللي عندنا انه يعني نقعد والدة الصبح نجيب قهوه وجيمر، نعزم الاقرباء، نزور الاقرباء، نزور الاماكن اللي يعني الأماكن مثل الزوراء، مثل الجزيرة السياحية، مثل المولات. كل عام وانتم بخير بالعيد السعيد، إن شاء الله خير على أمة محمد وكل الأهل والقرايب بنهاية شهر رمضان، إن شاء الله يصير عيد كلش يعني خير عليكم. حجي قلت يدب الأمن والأمان علينا إن شاء الله زين. وتعرف يعني بالعيد الأهل ناس تروح وناس تجي، وناس تسوي كليتشة، ناس تروح تصلي صلاة العيد، ناس تروح تجيب جيمر وكاهي، ما عدا أنا وراها نكمل شغلاتنا نروح المقابر، وراها واحد يهني الاخر، نروح بعد نروح بيت اهلنا قرايبنا اولادنا عمامنا نزورهم كلهم بالعيد زين. يجونا هم همين القرايب بالعيد عندك هاي تعرف اول يوم احنا نسوي الباتشة، اول يوم باتشة نسوي بالعيد، ثاني يوم شوي على دولمة، الثاني مثلا انتظر همين بناتي نسايبي يجون هم نطبخ لهم هل الله قاسمه، نسوي الاكلات مثلا شنو اللي يعجبهم اسوي لهم اياه، مثلا ضامت لهم معاليق معلاق جبنا ذبحنا، انتظرهم يجون حتى نشوي نسوي مشويات اكثر شيء، ونطلع سفرات، ناس تريد حبانيه، ناس تريد الزور، ناس تريد تطلع ملاعب، كل واحد شوف وين يريد يروح يروح. وعندنا ابني همين راح اخطب له ان شاء الله ثالث يوم العيد الخطبه مالته زين. وتعرف بعد يعني أهل والقرايب راح يلتمون، نسوي لهم طبخهم راح يجون إن شاء الله، نسوي لهم غدا ونطلع ثالث يوم العيد نخطب ونرجع. هي هاي تقاليد العالم من زمن جديتي وجديتك. أهني شعب العراقي بعيد الفطر المبارك، وكل عام وهم ألف خير، ونتمنى لهم عيد سعيد.
هم والأولادي يا رب احفظهم وبارك بيهم وانصرهم يا رب، والأمن والأمان للشعب العراق، ودائما العالم بالفرح. وإحنا بأول يوم العيد نسوي دولمة تمن ومرقة محلبي هالأكلات، سمك نشوي، وبالعيد نحضر كليتشة حلويات حبشكلات. كل عام وانتم بخير للأمة الإسلامية، نتمنى لهم الخير والأمان جميع أمة محمد بالعيد السعيد، وإن شاء الله هذا عيد الفطر يعود علينا بالخير وبالتمام، وإن شاء الله بالأمن والأمان، ونحمد الله ونشكره خلص رمضان بالسلام الله وياه، ويجونا البنات ونعمل الكليتشة والدول ما نحضر الكليتشة والبرياني، وإن شاء الله بألف خير كل سنة وكل عام طيبين. بس نتمنى من الله إن شاء الله بعد يكثر المؤمنين والمؤمنات والإيمان، ويتقبل من عندنا الصلاة والقيام والعبادات إن شاء الله. كل عام وأنتم بألف خير. الأمن والأمان على الشعب العراقي بهاي المناسبة العظيمة، وإن شاء الله عيد الفطر المبارك يعم على كل العراقيين، وماكو فرق بين سني وشيعي، كنا أخوان وكنا إسلام. الفرحة العيد هي ناس تعايد ناس، صلة الرحم بين الإسلام الأخوان، إن شاء الله الناس تعايد على الناس. بمناسبة عيد حلول عيد الفطر المبارك، أهني جميع المسلمين والمسلمات، المسلمين والمسلمات وأحبابي وقرايبي جيراني وأهلي بالدرجة الأولى، والدتي وأخواني وخواتي، وإن شاء الله عيد سعيد وعيد عليكم بالصحة وبالسعادة والأمان إن شاء الله. والله إحنا عاداتنا نحضر الكليتشة قبل 10 أيام من تخلص رمضان، 10 أيام نحضر الكليتشة، وبعدها نتحضر نتهيأ لأيام العيد والمصباحية العيد الجيمر والكاهي، هذا شيء أكيد. وبعدين يجن البنات وجهالهم وعيد حلو يصير يتغدون يمنا. أتمنى بهذا العيد الأمن والأمان للعراق إن شاء الله، وأتمنى يعود علينا بالصحة وبالسلامة ودومهم وفرح العراقيين إن شاء الله. وأني كنت يعني 10 سنين مفارقة العراق، فجاية كلش متلهفة. كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله ينعاد عليكم العيد بصحة وسلامة ومن العايدين والأمن والأمان. طبعاً إحنا كل عيد نتذكر يسوونا كليتشة، وأول يوم العيد نشتري كاهي وقمر وناكل، والعصية نروح مع عائلنا أو المدينة الألعاب، وناكل هناك الكليتشة الطيبة من عيد الأهالي القديمة جيل الطيبين. يا رب إن شاء الله إن شاء الله ينعاد العيد مثل قبل. طبعاً إحنا متعودين كل شهر عيد نسوي كليتشة، أمنا أو أبونا يسوينا كليتشة ويشترونا ملابس العيد ويسوينا أهاليتنا كليتشة، ونطلع مدينة الألعاب يطلعونا نصلي صلاة العيد ويا أبونا. طبعاً كل شهر عيد يا رب إن شاء الله ينعاد بصحة وسلامة على الجميع. كل عيد يطلعونا بحر المكونات مثل حديقة مدينة ألعاب، نروح نزور قرايبنا نزور الناس. طبعا احنا متعودين كل عيد. عن اليوم ايام عياد حلوة ومالتنا يعني الأجواء حلوة، وجاوة أبو حنيفة وجاوة
يوم ابو حنيفه هم حلو بالفطور وهاي اهم شيء من يجون الخطار نسوي الكليتشة وكل شيء وكل شيء والعياد يعني وزر قاربنا يعني اشياء ايام حلوه وكلش يعني ايام حلوه وبرمضان وهم الحين رح رمضان يعني ما شوف شيء بعد منه وهم ايام حلوه يعني ان شاء الله وحبايبنا هم نزورهم ان شاء الله وايام حلوه يعني برمضان هنا نجي نزور وتجمع لهالي طبعا ويعني نصلي ونصوم اهم شيء هاي الشيء يا رب ان شاء الله ادعكم وان شاء الله ادعكم عيد مبارك عليكم لحروح اول شيء لحروح بيت عمي وحروح يعني لقاربنا ويعني ملابس وايام حلوه يعني ونجمع العائله يعني تجمع حلو يعني ان شاء الله وان شاء الله همنا عيد عليكم مبارك يا رب ان شاء الله وان شاء الله همنا عيدكم يا رب. كل عام وانت بخير وبالف خير ان شاء الله. نظامي يعني اروح ويا جماعتي اخذ منها الفلوس واروح ويا جماعتي لمدينه الالعاب نصعد العاب يعني خطيره ما يعني العاب تخوف نصعد طبعا يعني اني اهني امي على الاكلات الطيبه هي وبيبيتي بيبيتي مرات يعني تسوي اكلات مناسبه حلوه مثل امي يعني اكلات يعني طيبه مثل الدولمه. كل عام وانتم بخير والصحة والسلامة ان شاء الله زينين على جبل عرفات. احنا دائما نسوي كليجة جدة تقول لنا سوي 4 كيلوات وماما تقول سوي فسوي احنا 4 كيلوات وننطي نوزع ليجينا اجر نوزع للجيران مو يجينا بابا يروح للمحل يجيب لنا نسواق نوزع للجيران جدة تقول عمود يجينا اجر ونسوي كليجة ونعزم الخطار يوميا. كل عام وانتم بخير ان شاء الله شعب الكريم كله طيب ان شاء الله الله يشافي كل واحد مريض ومعوق. هسه انا حافظه نشيد عن رمضان اهلا بهلالك رمضان اهلا يا شهر الغفران في ليلك نزل القران نورا يهدي للايمان فانار حياه الانسان خيرا وسلاما وامان اهلا يا شهر الاحسان وكل عام وانتم بخير. أحب أهني الشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. طبعا احنا التقاليد يعني الموجودة عندنا بالعراق يعني ليلة العيد انه اول يوم راح يكون انه وجبة ريوق هي كاهي وقيمر. عندنا طبعا ببغداد احنا عندنا الكاهي والقيمر زين. من بعدها نبدي نزور الاصدقاء والاقارب زين. نبدي بالاهل اخوتي والدتي والدي زين. نبدي نعايدهم ونفطر على الاصدقاء والاقارب. نهني الشعب العراقي والامه الاسلاميه بعيد الفطر المبارك وينعاد على المسلمين بخير وسلامه ويرجع الامن والامان للشعب العراقي بهاي الايام المباركه. ونتمنى من يعني من رب العالمين يرجع الطيبه والحنيه مال الاهل قبل زين وترجع يرجع الامن والامان بشكل ما قلت لك للشعب العراقي والامه الاسلاميه. واول يوم العيد ان شاء الله احنا يعني صلاه العيد بالامام الاعظم ان شاء الله. تعرف انه شهر رمضان مر علينا والعالم كانت مشتاق الاول ريوق هو اول ريوق اول يوم العيد الجيمر والكاهي الجيمر والكاهي والبيض التقلا زين الكليتشة اي هاي يعني احنا نعرفها تعلمناها من هم من قبل زين. اول يعني يوم يعني تعرف يعني الروح اذا كانوا اهلنا موجودين يعني واحد يروح يهنيهم اهني اخوتي الكبار اللي امي وابوي متوفين
اهني اخوتي الكبار اخواتي.